أعلنت شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركتها الألمانية بايونتك عن توقيع اتفاقية مع المختبر البرازيلي الخاص بشركة يور فارما للإنتاج المحلي للقاح فيروس كورونا في 2022، ذلك بهدف توزيعه في أمريكا اللاتينية. في بيان لها أوضحت الشركة البرازيلية إلى أنها ستعمل وبكامل طاقتها التشغيلية ليتجاوز الإنتاج السنوي لها 100 مليون جرعة على أن يتم توزيع جميع الجرعات حصرياً في أمريكا اللاتينية.